اشرح لكم ايه اللي بيحصل بالظبط لما يجي مريض يعمل عمليه. التمبورال سيكونس مهم جدا، واي واحد عايز يشتغل على ان هو يمبروف الكير من حدين السيرجيكال بليشن بتاعه بالنسبه للستاند ده، انه يعرف الكير بيمر بانهي مراحل عشان يعرف الويكنس فين ويصلح الحاله اللي فيها المشكله. الترتيب بيمشي كالاتي، احنا بنقسم السيرجيكال كير الى بري اوبرتيف اوبرتيف اند بوست اوبرتيف. النص ده مهمه جدا، وانت از فيزيشن اند از هوسبيتال محتاج تعرفها. هتلاقي في النهايه الاوت كام اللي هو في مش في السبوره طالع فيه مشكله، يجو باك لازم تفك الالمنتس دي من بعضها عشان تعرف مشكلتك كانت فين. لان المشكله في البري اوبرتيف او في الاوبرتيف او في البوست اوبرتيف في النهايه بتديك اوت كام في مشكله، فانت عايز تعرف عشان ترجع تصلي. وده اللي انت دلوقتي از طالب واز بروفيشنال بوست اوبرتيف، لو انا عايز اديليفر كير كويس محتاج اعمل ايه؟ محتاج افنط دول. خليني اشبهها لكم، عارفين الرياضه؟ الرياضه اي واحد عايز يتدرب على الفيزيكال فيتنس هو عارف في كونسنسس تقريبا ما بين كل اللي بيلعبوا رياضه في العالم ان ايه هي الاليمنتس اللي انا بشتغل عليها عشان ابقى فيزيكالي فيت. خلاص؟ انا مش هنحكم في ده، بس انا عايز اوريكم الدنيا بتمشي ازاي. ايه الكومبوننتس بتاع الفيزيكال فيتنس؟ اللي هي سترينث، اجيليتي، انديورنس. اي واحد عايز يبقى عنده فيزيكال فيتنس هيشتغل على الثلاثه دول، ولازم يبقى عارف ان هم ثلاثه ومش واحده، عشان ما يغلبش الحركه يسيب الاثنين التانيين، يبقى ان هو دول مش هو فيزيكال فيتنس. فادي الفكره من ان احنا بنبريك داون الحاجات. الحاجه اللي مرتبه من ثلاثه كومبوننتس احنا عندنا في الجراحه دخول ان هي بنقسمها التقسيمه دي بري اوبرتيف اوبرتيف بوست اوبرتيف. ايه اللي بيحصل في البري اوبرتيف؟ انتوا بتتعلموه فين؟ البري اوبرتيف ده اللي هو هنتعلمه النهارده اللي هو الكير بتاع العيان بري سيرجري اند بوست سيرجري ايميديتلي، بلس اللي انتوا عمالين تاخدوه بقالكم كتير في كل الاورجان سيستمز اللي هو الديسيجن ميكينج، اللي هو العمليه هتبقى انديكيتد امتى؟ هتتعمل امتى؟ ايه الفاليو اللي متوقع منها؟ وبالتالي نعملها ولا لا؟ فده اللي بيحصل للمريض في اللي بيحصل مع المريض في البري اوبرتيف ستيج. ديسيجن ميكينج اللي انت بتعرف الحكايه في كل اورجان سيستم لما بتاخد الجريبس لما بتاخد نيم اي ديزيز لما بتاخد اي بي بي ديسيجن ميد وبعدين خلاص وي ميد ذا ديسيجن ذا ديسيجن از جوينج تو دو سيرجري. هنعمل ايه تو بريبير هنقول ليه هو ايه الحالين محتاجين تو بريبير هنقول حاجه. اوبرتيف ده اللي هو الاوبرتيف تكنيك ده اللي بتتعلمه منهم في الشروط حاجات بسيطه جدا 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 في الستيج بتاعتكم. وبتتعلموا عمليات محدده عليكم الجنرال برنسبلز، اكشوال الجنرال برنسبلز ميسنج شويتين، انتوا بتدخلوا مره واحده على عمليات محدده، وده اللي انا كنت ناوي اعمله من ذا فيري لاست سكشن في المحاضره بتاعت النهارده، مركزنا على ثلاث اجزاء شمال، والجزء الثاني فيري ريلاكتد زي اللي قبليه، واللي عايز يكون يقول لان ده هيتكلم عن الناس اللي عايزه تشتغل في منتهى الجراحه ان ذا فيوتشر، احنا هنتكلم عن البرنسبلز اوف اوبرتيف سيرجري. عموما مش عمليه التغييرات اللي مش واقع عليك نيرفي واقع عليك برنسبلز اوف اوبرتيف سيرجري، لان في كومن بلاتفورم بيوحد كل العمليات الجراحيه بطريقه اداء. اما بتعرفها تقدر بعد كده تحط قدامك اي عمليه تاخد البيزكس دي تطلع عليها وكذا وكذا وكذا. ده المقطع الثالث مش عليكم خالص، ده محاضره هتبقى سابقه لاوانها، يمكن كان افضل تختار نقطه امتياز بس معرفش ما شفتهمش تاني. ونهايه البوست اوبرتيف اللي هو بعد ما عملنا دي هنعمل ايه في الكير اوف ذا سيرجيكال بيشنت. طيب هو كل القصه بتدور حوالين ايه؟ بتدور حوالين ان احنا عايزين نأتين سيرتن جول من غير ما نحصل على الكومبليكيشن، من غير ما يحصل معانا كومبليكيشن. ده الهدف، ومفيش حاجه من غير جول. انا ليه عايز اعمل كاري اوبرتيف او بوست اوبرتيف كير؟ عايز اعمل علشان احصل على الفاليو من العمليه من غير كومبليكيشن. طيب هنعمل ده ازاي؟
كتير لما بتقول تاني اوبريتيف كير معناها ان احنا هتتعلمه ثلاث نقط كبار: ريسك اسسمنت ومونيتورنج وسبورت بوست اوبريتيف كير اند سيرجيكال كومبليكيشن. دي الثلاث مقاطع بتوع الحضره الاولى. ريسك اسسمنت بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تعرف فور ايتش انديفيديوال بيشنت ايتش انديفيديوال سيرجري فيها ريسك قد ايه؟ عشان ده البالانس بتاع نعمل ايه دلوقتي؟ وايه اللي احنا عايزين نحسنه في الفسيولوجيكال ريزيرف اوف ذا بيشنت تو بي اوبتيف عشان البرفورمانس بتاعه يبقى افضل في العمليه. البرفورمانس بتاعه لو بتاعنا لان بيعرف احيانا المفروض تعرف اي عمليه في الدنيا في الفسيولوجيكال بيرد على بني ادم هو صحيح تحت انستيزيا لكن مش معناها ان جسمه ما بيعملش حاجه. جسمه بيعمل كميه رياكشنز اللي انتم المفروض ان انتم تاخدوها في ولا ما تاخدوش حاجه عنها. الانجري ريسبونس والاس ام ار اس سمعتوا عن الكلام ده؟ العمليه از ستريس از فيسيولوجيكال بيرد حتى لو انا مش فاهم العمليه هو زي ما بقول لكم انكونشس لكن كل الفيسيولوجيكال سيستمز اللي انتم قريتوا عنها وفي كمان اللي ما قريتوهاش الوند ذات نفسه يدخل از انذر فيسيولوجيكال سيستم الوند ده له سكريتوري كاباسيتي بيسكريت حاجه اسمها سايتوكاينز بتروح الجسم بتعمل حاجات كتيره قوي وغالبا من الناحيه الفيلوسوفيكال يعني او الفيسيولوجيكال هو الوند بيبعت سايتوكاينز لجسم البني ادم عشان يشغل جسم البني ادم في اتجاه غيري. انا وانت انا عايز اجيب فببعت لكل الناس اللي ممكن تساعدني على الجيل ببعت لهم حاجه اسمها سايتوكاينز اللي ممكن تجيب الجيل مش جاي في قدام. الروم الميتابوليزم في جسم البني ادم بيشتغل ات فيري اكسلريتد ريت. كل اورجان بيشتغل في الميتابوليزم تقريبا كل الاورجان بتشتغل في الميتابوليزم بيبقى عليها ستريس. لو كانت هي بوردر لاين بتكون الفيل لو كانت هي ريزيرف عادي. يبقى احنا الهدف هو ان انا عايز اعمل ايه؟ عايز اسس المفروض ريسك اسسمنت ان فاكت انا عايز اسس الفسيولوجيكال ريزيرف اوف ذا بيشنت. انا عايز اوصل البني ادم اللي واقف قدامي ده اذا اتحط في ستريس الفسيولوجيكال سيستمز بتاعته هتعرف تعدي بيه ولا لا؟ ده معنى كلمه ريسك اسسمنت. لان مع زياده الميتابوليزم والسايتوكاينز الهارت will have to increase its state increase its cardiac output هي دي بسبب انا واحد اوريدي عنده الميتابوليزم اللي اسمه مش عارف عنده الميتابوليزم انا قاعد قدام الدايره الضرايب لو انا يجي يحصل لي كده هيدخل في انجاينا مش هو ده البروتين الكاسك بتاعنا مش خدته الانجاينا حطه على الستريس عشان تكشف المشكله السيرجري سريعه. الليبر محتاج يبروديوس الهيلينج كومبوننتس فلو هو اساسا سيراتك وفي مشكله مش هيقدر يعمل البرودكشن اللي انت تحط عليه ستريس اكيد هو فين. بس على ده كل الباك سيستم. يبقى في الاخر انا لما بقول ريسك اسسمنت سيرجري ما هي الا ان انا بعمل اسسمنت للفسيولوجيكال ريزيرف اوف ذا بيشنت. والفسيولوجيكال ريزيرف ده بيفرق ده مختلف من اورجن لاورجن. اي مايت هاف ا اورجن الايجنج بيضع الفسيولوجيكال ريزيرف كله على بعض. وده انت عندك حاجه ظاهره فيه بنسكها في معمل ولا في اشعه ولا لا. لكن apart from the agent انت ممكن يكون عندك isolated organ system فيه مشكله. هارت كارديو فاسكولار فيه مشكله. استراتيجي فيه مشكله. ليفر فيه مشكله. كيدني فيه مشكله. طيب. ده اللي احنا كنا بنقوله ان الكونسيبت الفسيولوجيكال بيردن ان ريسبونس تو تروما هيسيولوجي. اللي بنقول ان السيرجري عباره عن بروسس اوف ديستركشن اند ريبيلد. ايه دي براحة؟ انت بتبني تاني. والجسم هو اللي غالبا بيعمل عمليه اعاده البناء. انا احنا بنعمل جزء بسيط كده احنا بنجيب حاجتين كده من بعض. لكن هما الهيلينج اللي بيحصل ما بينهم ده دي حاجه احنا بنكون عليها مره خالص. فالريبيلد ده فانت تقريبا بتعمل هدم واعاده بناء. الموتو او الشعار الرئيسي اللي بنحطه واحنا بنشتغل على السيرجري عموما هو ده ان احنا بنقول سترايف فور ذا بيست بي بريبيرد فور ذا ورست. سترايف فور ذا بيست
تحاول تماكسمايز انت عايز توصل للعيان ما عندوش فيسيولوجي طيب بروبلم يدخل يعمل عمليه ويخرج من غير كومبليكيشنز بس يو هاف تو بي كونترول فور يور دوز الاسيستنت بتاعك ممكن يبقى غلط ممكن يحصل كومبليكيشن او بروبلم فلازم تبقى كونترول فور ذا ماكسيمم اوف كومبليكيشنز هنحاول نجمعها لكن لازم نبقى عارفينها ده بند لوحده وهنتكلم في السيرش كومبليكيشنز ازاي كده ايه هما وتتعامل عليهم ازاي يعني في القرار الفعلي الريسك اسسمنت هو عباره عن اسسمنت اوف ذا فيسيولوجيكال ريزيرف بالنسبه الى العمليه المقترحه او المطلوبه لان مش كل العمليات زي بعض في واحد عنده فيسيولوجيكال ريزيرف يعديه من كلمة بتاعه ولا جانب لكن ما عندوش فيسيولوجيكال ريزيرف عشان يخلص الاصابه بس كل الفيسيولوجيكال بيرن بتاعه خلاص فيبقى عايزين نخرج بالكونكلوجن في الاخر ان في قاعد قدامك في العياده اسمه فيت اور نوت تو دو ذا سيرجري يبقى انا محتاج معلومتين مش معلومه واحده الاولى هي الاساس اللي في السيرجيكال ريزيرف بتاعه بنوصل فيها الغلط بنمسك بقى السيستم ده السيستم الثانيه هي في السيرجيكال بيردن هي البيردن اوف اوبريشن الحقيقه دي ما لهاش طريقه قوي ان احنا نعمل لها اسسمنت وهي معظمها جاي بالتجربه وبسبب الخبرات يعني ما عنديش مقياس للعمليه الجراحيه نقول العمليه الجراحيه دي الفيسيولوجيكال ريزيرف بتاعها مثلا 25 والعيان والمريض الاساس الفيسيولوجيكال ريزيرف بتاعه 27 يعني هو احسن يعني ما فيش كده دي احنا عندنا النورمال والاب نورمال الليفر نورمال ولا لا؟ الهارت نورمال ولا لا؟ خلاص؟ دي ما عندناش ليها طريقه قياس التحليليه بحته حتى الاقصى القدره التحليليه بحته. ونحن عارفين ان الجاستيك بول اب عمليه فيها فيسيولوجيكال بيردن عالي، عالي قد ايه؟ محدش عنده اخطاء. خلينا قصدي ايه؟ لكن زي ما اقول الجانبيون ما فيهاش فيسيولوجيكال بيردن عالي. فالحته دي ان اور براكتس ما فيش مقياس، ما فيش حد عنده قلق حاسبه ولا الناس بتاخدوه يقول لكم وانت قاعد في العياده هي دي كام عشان تقارنها بكام؟ المقارنه دي فيها عامل غامض وتقدير، فانت بتقارن اللي انت عارفه قيسته ده قابل للقياس، ده اوبجيكتيف اللي فوق ده سبجيكتيف. بتقارن حاجه اوبجيكتيف شويه مبنيه على او مش سبجيكتيف بس هي مبنيه على سابق الخبرات، مبنيه على سابق الخبرات وتقدير ان عمليه مدتها 10 ساعات، عمليه فيها تشاست ارض دي عملية في مثلا في الفوت ولا في التوبة تاخد ساعة فهي عوامل مختلفة بتحدد ده معظمها احنا عارفينه بالتجربة اللي هي الاوبريتيف تايم البلاد لوس البادي كافيتيز اللي هي بتبقى البول ال ال الريستريكشن اوف اورال انتيك بعد العملية هي في نورمال فيدنج ولا لا لكن في النهايه ما لهاش حاجه تتقاس بيها. طيب عايزين نعمل ريسك اسسمنت لان ده اللي احنا جايينه النهارده ازاي اسس الفسيولوجيكال ريزيرف؟ اتزنقت فكر في السؤال هناخد بادي سيستم من فوق البادي سيستم واحد تلو الاخر من فوق لتحت نعمل لهم اسسمنت. سي ان اس استراتيجي كارديو ماسكولار استراتيجي جي ال تي رينا ماسكولار سكيل دول اللي احنا بنعملهم اخر واحده معلش ما حطيتهاش اللي هي الاندوكراين هقول لكم اهميتها ايه الاندوكراين دي لان دي طالع عليها كلام دلوقتي الاثنين دول بعد ما كنا بنعرف دول على هما البادي سيستمز ودول اللي بنعمل لهم ريسك اسسمنت ازاي هنعمل اسسمنت مفيش جديد يا شباب هو اللي انتوا عارفينه هو هنزود عليه حاجه اسمها فيسيولوجيكال بس بمعنى واحنا بنمر على ديزيز كنا بنشخص ازاي؟ كلينيكال لاب راديولوجي صح ولا لا؟ نفس اللي انتوا خدتوه في الاسسمنت بتاع اي اورجان سيستم فور اني اذر ريزون هو كلينيكال لاب راديولوجي كلينيكال لاب راديولوجي هي لكن في الريسك اسسمنت انا باخد منهم مختارات محدده اللي انا عارف ان هي الموست انديكيتيف اوف الفسيولوجيكال ريزون خلاص؟ واخر حاجه بتتزود اللي هي حاجه اسمها نوع التست اسمه فيسيولوجيكال تست فيسيولوجيكال تست اشهر اكزامبل ليهم اللي هو ريسبيراتوري
الزورب اسسمنت اللي هو هذا الفانكشن بس اللي احنا بنديله سمعنا. يبقى هشتغل ازاي؟ تعالى ناخد اكزامبل منهم مثلا وليكن ريسبيراتوري سيستم. الكلينيكال بيعملوا تيست ظريف قوي اللي هو مش عارف حتى الحقيقه الكلام ده بعد الكليه، بس بيعملوا تيست ظريف قوي كلينيكال يقول وانت قاعد يقول لك ادي العيان ماتش وولعنا وات ان ارم لينث، لو عرفت في النفس وينفخ فيها يبقى ده معناه ان هو عنده فيسيولوجيكال ريزيرف كويس. وبياخد ويكسباير ويطلع لابوراتوري. هنعمل ايه للريسبيريشن؟ مفيش حاجه قوي للريسبيريشن باللاب بتتعمل. راديولوجي ايه اشهر حاجه في الراديولوجي؟ والسروتين بس بنعمله تقريبا لكل المرضى اللي بيكون يعملوا اي عمليه تشيستس يعني ستاندرد تشيستس يعني. لما ما بتلاقي فيها مشكله يجو فور اللي بعدها تجو فور سيت سكان عشان تعرف تعمل ايه. البايوبسيس ليها رول في الريسك اسسمنت يس في بعض السيتويشنز اللي هم الليفر تحديدا لما بنقص قوي في ليفر فانكشن تيست عملتها از سكرين عملت ليفر فانكشن تيست لقيت فيها نورماليتي مش عارف الليفر ده فيه ايه يو مايت نيد يو مايت اند اب ان انت تاخد بايوبسي تو اسس عشان تعمل الريسك اسسمنت بتاعك. انديكيشن تاني للبايوبسي هو فري ترانسبلانت اذا كنت عايز تحقق لقينا الليفر ده سليم قبل ما تنقله الى مريض اخر ان انت تاخد منه بايوبسي تو ميك شور 100% انت فعلا مسقط تشخيص الطب هو بايوبسي. ففي السيتويشنز اللي هي اتس هايلي كريتيكال ان الاورجان ده يكون سليم وي ماي تشوز ان احنا نكونفيرم مش بس بالمعامل لان كل الناس دي ليها فورس بوزيتيفز وليها فورس نيجاتيفز او يعني انتوا عارفين السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي حد عارفهم؟ السنسيتيفيتي هو الكاباسيتي ان انت ديتكت الديزيز فمش كل التست دي غير سنسيتيف. بمعنى ان الرينال باثولوجي مثلا الروتين اسسمنت بتاعنا اذا لاب اليوريا والكرياتينين الستاندرد تيست طبعا في عياده بتشتغل جراحه هيحفظوك خمسه سته تيست بتعملهم از روتين دي اوبتر اسسمنت بنسميه بنصعد بعد ما يطلع الروتين ده في مشكله. لكن احنا عارفين ان انهرنتلي بعض الروتين تيست دي ما هياش سنسيتيف انف. ومن اشهر الحاجات الكرياتينين، الكرياتينين اللي احنا بنعمله از ذا سكرينينج بس ما بيبقاش يعلى غير لما بيكون كونسيدر قيمة الكارب. ف نوينج السنسيتيفيتي بتاعت التست بتاعك مهمه وفي حاجات ما فيهاش محرم يعني او بنحسبها بطريقه كوست افكتيف شويه. بمعنى ايه؟ انا عارف ان اليوريا والكرياتينين ما بيبقوش الا قيمه باثولوجي واحد هيرد عليه يقول له ما بتعملوش زي السكريننج ده. السكريننج تيست ده المفروض الكرايتيريا اهم كرايتيريا في السكريننج تيست هو ايه؟ هو يكون سنسيتيف يعني انا قابل ان هو يديني فورس بوزيتيفز لكن مش قابل ان يديني فورس ان هو فورس نيجاتيف صح ولا لا؟ فلكن احيانا بيبقى اللي هو 100% سنسيتيف تيست ده بيبقى لابوريس قوي اكسبنسيف قوي انفيزيف قوي. فبنقول خلاص انا عارف ان انا عندي ليميتيشن في الروتين بس اللي انا بستخدمه انا هستخدم الحلو قوي الجميل ده بس هو اكسبنسيف او انفيزيف. لو انا في سيتويشن هبقى في عمليه فيها بارتيكولر دمار على الريتم سيستم ده. لكن لو انا عامل عمليه ليها بيزك ديمانز على الاورجن سيستم هحتفل باللي هو في شويه فورس نيجاتيف كده. ايوه ان انا اكون واثق 100% ان التست بتاعي ده يؤكد سلامته. يعني زي ما انا بقول انا بعمل ليا وكرياتين من كنت عارف ان في عليهم سيرجن وانا عارف ان الكدني عشان يبان فيها باثولوجي عشان تبان في اليوم اللي فات الحرمان دي سبتايم. انت حاجه ان هو بعد ده بعد ليا وكرياتين لو كنت انا بعمل حاجه فيها ستريس على الكدني تحديدا ده اكزامبل جاست اكزامبل. الروتين تيست اللي احنا بنعملها عشان نمر عليها واحد ورا الثاني هما في الريسبيريشن بنختار التشست اكس راي هي تجمع ما بين ان هي ما فيهاش انفيزبلس والسنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي بتاعتها للديتكشن اوف باثولوجي از اكسبتد فهي
كومبينيشن من فاكتورز بتخليك ترسى في الاخر على مين الروتين. عايز اكاديميك نملى الجدول ده كله ونعرف نلاقي ان ايه التاس فيه واكيد مريتوا بده ايه. انا ازاي باسس سي ان اس، ازاي باسس اكسبيريشن، ازاي باسس ده بالمصدر، انا فؤادي اتعامل في مكان المصدر. يلا خد في الكلينيكال اكسرسايز ستريس تسال المريض عندك اكسرسايز تولرنس في الكلينيكال، في اللاب التارجت انزايمز، في الراديولوجي الايكو، وفي الفيسيولوجيكال تست الستريس سي جي او الاي سي جي عادي. فالجدول ده اللي يتملي هنملاه، واعتقد ان انتم عارفين ايه الحاجات اللي بتتعمل، فمش هقعد اسردها. انا هقول لكم احنا بنعمل ايه وبنحط الباك جراوندز من حيث المعلومات اللي انتم خدتوها وليه بنعمل كده. بنيجي في كل اورجن سيستم من دول بنختار واحد او اثنين اللي هم يكونوا مهماش انفيزف والسنسيفيتي والسبيسيفيتي بتاعتهم مقبوله، ونصعد لما نكون هنعمل عمليه فيها ميجر ستريس على المريض بشكل عام او على اورجن سيستم محدد منه. ادي اكزامبل، انت بعمل ريسبيراتوري فانكشن تيست، وانا بعمل مد مثلا، لكن لو هعمل عمليه هتسبب تسفر جسد زي هعمل ميكانيكي وانا هشيل ضغط وهعمل ضغط، فانا هنا عايز اعرف بريسايز الفيسيولوجيكال ريزيرف بتاع المريض عامل ازاي. فهنا بنلجا ليه الفيسيولوجيكال تيست اللي هي فيها بريسيجن اعلى والديتكشن اعلى من المشاكل. واحد من بلاش خليني ادخل على الحته بتاعت الجي اي تي والنيوتريشنال لان انا سالت محمد عليها. انتوا خدتوا النيوتريشن ولا لا؟ خدتوه صح؟ طيب عايز اعرف خدتوا النيوتريشنال اسسمنت ولا اقول لهم؟ طيب حلو، تعالوا نمر على النيوتريشنال اسسمنت لان يمكن ده بند ما جاش قبل كده. النيوتريشنال اسسمنت كلينيكال، يلا انا همشي الجدول ده لو عايز اخد بند النيوتريشنال كلينيكال. الهيدريشن والويت لوس، احنا بنسال ديد يو لوز ويت في الفتره الاخيره؟ الهيدريشن ستاتس دي طبعا هي بتكون ويت في العالم دراي يعني سامبل. والويت لوس نقطه مهمه جدا في الجيم. وبعدين بيعملوا بعض التست مش هتلاقوها في عيني قوي لان كلينيكال براكتس عندنا، لكن هي موجوده اللي هو بيعمل اسسمنت للسكين فول في عند الترايسبس. طيب خلاص كويس، يبقى في النيوتريشنال اسسمنت بناخد في الكلينيكال دول الاثنين، وبناخد في اللاب كل بقى الاسسمنت بتاع الالكترولايتس والبيس اليمنت صوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم فوسفورس. كل التفاصيل دي ما بنتطلعش اجام غير لو كنت هعمل عمليه محتاجه ده. مش كل مريض داخل يعمل عمليه هعمل له تقيس الفوسفورس، لا. لما يكون في عمليه فيها ستريس على النيوتريشن بمعنى ان هو جاي من باك جراوند باثولوجي زي كانسر اسوفاجس، انا عارف ان هو غالبا مش هيكون كويس يبقى هنا ستريس على النيوتريشن، او رايح على عمليه هيخرج منها فيها اكسل بور الانتيك روايح لغايه ما الجي اي دي ترجع على طبيعتها. وعارفين ان بيبقوا صعبين في المرض دي بيمشوا ام بي او يعني مرض الدماغ ما يكونش مصاب. فلما جاي مش بالضروره، لا مش بالضروره، بس معظمها جي اي دي سيرش، معظمها جي اي دي سيرش. لو مسموح تبقى الدومنا مش اسم جي اي دي الدومنا، لا اصل قبل ما في حاجات كتير قبل ما في نفاق دي مش جي اي دي بس. اي الدومنا سيرجري بتعمل سم ديجري اوف ديستربنس للموتيفيتي اوف جي اي تي. ده اللي خلاه في الاكسترنال اوبستراكشن اللي كان اسمه ايه؟ اللي كان اسمه كارنيتيك ايليس. كارنيتيك ايليس مش محتاج انك تشتغل على الجي اي تي تعمل لها عمليه، هتدخل الضغط هتزحق ايه هتزحق شمال. فاي ادومنا سيرجري بتعمل كارنيتيك ايليس، واحيانا عمليات نون ادومنا كمان بتعمل ديستربنس للكوره الفيدي على هيئه فوميتنج، وده غالبا بيجي من الاستاتكس. وده اللي هو لو بنشتغل في الانستيزيا بقى اللي هو بقى شايف بوست اوبرت فولمنج، لكن في بوست اوبرت فولمنج مع عمليه دراع مع اي جنرال انستيزيا، مع اي جنرال انستيزيا. ف
فهنا هنلجا للنيوتريشنال ستاتس، هنلجا للحاجات اللي انا بقولها دي اللي هي الاساس الزياده كلها لما يكون في حاجه هيبقى فيها كان او سيكون فيها سبيسيفيك بردن على النيوتريشنال ستاتس. مفيش حاجه راديولوجيكال بنعمل بيها اساس النيوتريشن. الفسيولوجيكال تيست اوف ذا نيوتريشن في تيست هقول لكم عليه، ده مش ايه مكتوب معلومات عندكم مش عليه، بس شيء يذكر. هو مش تيست فسيولوجي على قد ما هو فسيولوجيكال ريزيرف على قد ما هو تيست، لان انا عايز ادي النيوتريشن قد ايه بعد العمليه. ادي العيان لو حسبت الكالوريك انتيكس خدته من النيوتريشن ازاي بنحسب الكالوريك انتيكس؟ عايز اقول لكم دي في نص دقيقه. ايه طرق حساب النيوتريشن؟ يعني انا عرفت ان المريض ده هيصوم أربعة أو هيروح ما ياكلش أربع أيام بعد العملية. فعايز أديله النيوتريشنال إليمنتس المختلفة. أنا وقعت فيها دلوقتي حالا زي ما وقعت محمد. وقعت فيها حالا بس بعد ما أقول دي. بنحسب إزاي النيوتريشنال إليمنتس بتاعته تخليني أحدد الكالوريز. أحسبها إزاي؟ طرق مختلفة. دي اسمها استيميشن. اللي هي في طريقه كروت اللي هي وزن، تضرب وزنه في رقم ما مش مهم وكام. قلت يزي قلت كلمه، لا انا قلت كلمه في طريقه اسمها كالكوليشن اللي هي طريقه معدله للطريقه دي بيدخل فاكتور ستاندي غير الوزن. دي حاجه مش عارف ايه دي معدله كده ويضرب في رقم ستاندي. اجتهد راجل وزنه اسمه ان هو يوصل لحاجه ما تحتاجش جهاز ولا تحتاج حاجه معقده، مجرد ان انا حسبها كالكوليشن بس فيها طريقه بس مختلفه اكتر شويه من البادي ويت وبتبقى اكتر دقه. الطريقه اللي بعدها حاجه اسمها اندايركت كالوريمتر اللي هي ماجر. بتاعتي بنفس الاكتيفيتي بتاعتي.
هو بيقول ان دي مصر الناس تساوي كذا فبالتالي غالبا كذا فهي ما فيهاش برضه ماجيك قوي على ان فيها سنه استيميشن او كالكوليشن هي سنه استيميشن بس بدل ما ياخد الوزن لقيت عليه لا يعني مين خد الوزن ده السن اللي فات ومصر وغيره عشان تحط رقم لكل واحد غالبا هو كده مش عارف خلاص طيب يبقى الريسك اسسمنت فهمنا احنا هنعمل ايه هنمسك البادي سيستمز كلها هنختار واحد من دول ونختار الواحد منهم وهنبقى ده الروتين بتاعنا الستاندرد روتين اللي بنمشي عليه الكونشس ليفل بنعمل له سي ان اس بالاساس كلينيكالي للليفل اوف اكتيفيتي بتاع المريض دي حته فيري كروشال دي فور براكتس مش هيجي عليها اسئله وانت ممكن دايما انا احط الاسئله الليفل اوف اكتيفيتي دي شديده الاهميه مهمه جدا ان انت تعمل اسسمنت تشوف المريض دي اوبر لاسباب كثيره جدا منها ان انت تاخد بالك من الليفل اوف اكتيفيتي بتاعه عشان لما تقر عليك الصحافه لو لقيته ان ستيت مش زي بتاع واحد فايبرنت بيتكلم كتير وغير عديت عليه لقيته يعني بيتكلم عادي هو عادي بس ده مش العادي بتاع الراجل ده انا عارف العادي بتاع الراجل ده ولا عكس بالعكس لو واحد تاني هو طب جوهري بقى شتيمي مثلا فالمهم ان انت الاساس اللي في الاكتيفيتي اوف بيشن دي اوبرتيف لان ده اللي بيديك انديكيتيف ان ذير از سمثينج رونج جوينج اون لما تلاقي ده فايبر وبعدين تفهم ايه الاثنين احنا الاثنين لكن الاثنين بحس ان دي هي الحاجه اللي هي هو حاجه هم بوكي لبالي كتير من الشمس وعرفوا الاسم بتاعه فمسافر يعني هو اللي بيتعمل دلوقتي ان اي حد بيمر على العمود لازم يسيب نوت حاجه اسمها البول سنوت بتاع لكن ان انت تسيب كل صوت الناس اللي عارف تسيب ايه فاللي انت بتقوله ده اذا كنت عايز تقول دي حاجه غلط لازم تتساب لان انا كنت بكتب اسيب نقطه عن حاجه واحد ممكن يسيب عن حاجه اللي احنا بنقوله النهارده ان انا بحطكم ان الكومن لانجوج من الناس اللي بتحط صوره خالص ان انتوا بتبقوا عارفين ايه اللي بيتبص عليه ايه لا لما بنقول نسيب نوت بنسيب نوت عن ايه خلاص وتبقى فاهم ايه اللي انت بتشوفه في الفايل بتاع المريض لما بيكتب اللي هتشوفه هو في الريسبيريشن هتشوف دايما تشست اكسبان ما اعتقدش ان في حد بيشتغل اعلامي بدني يعني تشست اكسبان ده روتين الايكو از نوت روتين بري اوبرتيف تيست الروتين بري اوبرتيف اللي عنده اكسرسايز انتولرنس لو في اكسرسايز كارديو فاسكولار الاكسرسايز تولرنس بس عشان اكسرسايز تولرنس كفايه عليه في الكلينيكال اسسمنت للغلط بتصعب لو عندك مشكله في الاكسرسايز تولرنس تروح لمين؟ تروح للاي سي جي بعد الاي سي جي تروح للايكو بعد الايكو تروح للستس او بروفوكال تيست لا لا مش روتين لا لا مش روتين بس هو دار العرف ان هو شاست اكس راي اي سي جي كيدني اند ليفر فانكشنز بلاد بيكتشر ادي منصه الروتين خلاص لكن الانستاتست عندهم بروتوكولز والبروتوكولز دي ابتدى يبقى فيها شويه تعديلات عشان تبقى كوست افكت بمعنى ايه مش عايز اعمل حاجه للناس اذا كان انا عندي كولوم في الطب انا عارفه كويس اسمه كلينيكال اسسمنت مش كل حاجه بدور مش كل حاجه بدور يعني لو جالي واحد يطلع خمس دور على السنه اعمله اي سي جي ليه؟ يروح لليوم انا هخسر ايه؟ لا هخسر لا ويست اوف ريسورسز ويست اوف يعني هعمله ايه ستايل؟ اوكي هعمله اي سي جي فاكرين الايكويشن دي؟ اصعب الاسسمنت علشان ده في مشكله عمليه هيفي قوي فانا هصعب الاسسمنت عشان العمليه هيفي رغم ان الراجل بيدخل في موضوع السيستم بس ميك شور ان انا قلبي ان انا تمام
يعني في الاخر هي بالانس ما بين ايه اللي انت لقيته في الكلينيكال. الكلينيكال دايما الاول، دايما الاول، وحصعد لدول اكورد الجبال فاكتورز انت هتتعلموها بقى مع براكتس الايج وغير. وانا مش هدخلك تعمل الانستيزيا بقى وكل التفاصيل بتاعتهم ومين في الاخر هم عندهم الاكورد اللي بيمشوا بيها. الستاندرد از اللي ماشيين بيه معظمنا تشيست اكس راي، اكسرسايز توليرنس، ليفر فانكشنز اند كيدني فانكشنز، هيستوري اوف ويت لوس، كيدني يوريا وكرياتينين. ادي اللي احنا بنعمله اللي هم بنختصرهم كده. هتحفظوا لما تبقى امتياز هتقعد في العياده صوره دم وظائف كبد وبتاع اسمه ايه ده تشيست اكس راي اس جي. وفي سؤالين لازم هيتسالوا اللي هو يو اكسرسايز توليرنس بيجي لوز ويت ولا لا. ادي الاسسمنت والباقي بيجي بحاجات اخرى اللي اتكلمنا عن بعضها انت عندها. طيب الاندوكراين اللي انا ما قلتوش بقى خدت معظم الوقت في توضيح كده الاندوكراين بالذات الاندوكراين بلانس دي بتعمل ايه؟ الهرموز دي هل ليها علاقه بالسيرجن والستريس؟ طبعا كورتيزون هايل والادرينالين هايل. فاذا اللي عنده ريزيرف من الاندوكراين سيستم هيبقى افضل من اللي عنده مش كده؟ ده الكورتيزون ده بيعمل ايه؟ ده ستريس هرمون لان عنده وظائفه مش الاندكشن والجلوكونيجينس والجلوكوجينوليسيس كتابوليزم المفيد في بعض الاحوال. وانا صاري اجيب منين من جيل انرجي سورس من الليفر مين اللي بيجي ده كورتيزون. فالادرينالين والكورتيزون دول مطلوبين للستريس ريسبونس. دي الحاجه اللي ما كناش بنقيسها زمان ابتدى الناس دلوقتي تشتغل عليها بالذات يعني سن ادفانس سن ريسنت. هو السادن كولابس بتاع بعض المرضى بوست اوبرتيف بدون سبب واضح في دول. فابتدى الناس تتكلم على الله طب هو من ناحيه الاندوكراين كويس ولا لا؟ ما عندناش حتى فرصه نقيسها حتى هذه اللحظه ما فيش حاجه تقيس اللي انا بقوله ده. لكن ابتدينا نحطه في الحساب ان احنا بنعمل مانوفرز بقى مختلفه مش عايز ادخلكم فيها ضمنها ان احنا ابتدينا نعمل مثلا ستيجنج للعمليات الجراحيه. يعني العمليه اللي اقدر اقسمها على عمليتين اقسمها على عمليتين حتى لما دول يبقوا ماشيين مسطره لان انا عارف ان الاوفرول في سيولوجيكال البرنامج بتاعها سام هاو رغم ان دول كويسين ات اندز اب ان المريض بازل بيتضغط. فابتدينا نفهم ان في حاجات ثانيه غير اللي احنا بنتكلم اساس من دول تيكنج بليس. وطبعا فهم السايتوكاينز كان عامل كبير وعلاجات احنا بالاندوكراين جلاند والكورتيزون الادرينالين اللي قلتوهم اهو قلنا طب ممكن يكون دول المشكله. وابتدى الناس تدي ستريس دوزز من الهايبركورتيزون بوست اوب العيانين ما عندهمش حاجه مشكله في الادرينال جلاند ابارنت بس ابتدى الناس تستخدم الستريس دوزز والهايبركورتيزون. وابتدى الناس تستخدم الادرينالين الامور الادرينالين بدري شويه عن يعني كنا نستنى لما يبقى في هايبوتنشن ونستخدم وبعدين نبدا نستخدم في الاكسبكتيشن بتاعت الحاجات دي لان الكوين بلانس عامله ان الريزيرف بتاعها بيجي 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 ودورهم وبالتالي استراتيجية الموفرز في اللي حصل. طيب أول مقطع خلصناه اللي هو أنا زودتها الاندوكراين سايتوكاين. أول مقطع خلصناه اللي هو الريسك أسسمنت. المقطع الثاني هو المونيتورنج. إزاي تعمل مونيتورنج للسيرجيكال بيشنت؟ يعني انا عملت العمليه اللي فيها ستريس عالي وانا عارف ان فيها ستريس عالي عايز اعمل مونيتورنج عشان اعرف مين الاورجن اللي عنده مشكله وابتدي اعمل له ما نسميه اورجن سبورت. يورين او 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 افتر سيرجري ده تقدروا تقولوا كده ان ده نص علم الانتنسيف كير والنص الثاني هو تحديد الانترفنشنز اللي بيعملوا اللي هو اورجن سبورت. علم الانتنسيف كير هو مونيتورنج بس اورجن سبورت. المونيتورنج مش لازم يتم في الانتنسيف كير في حاجات بتتعمل في وورد عادي. الانتنسيف كير يعني لما تجيب انتنسيف المونيتورنج مركبين ديفايسز اللي بنتكلم عليهم ما ينفعش تتحط في راجل الوورد. اهم حاجه
اهم فرق ما بين intensive care وما بين regular work هو وجود الماشينز تأكيد على الوند ده لو سيريس من الكومبليكيشنز